هاي جايز، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهاردة هيكون عن تحدي جديد. طبعا زي ما انا وعدتكم ان انا باول ما اخلص امتحانات هنزل لكم كل الفيديوز اللي انتم عايزينها. فالنهاردة جيت ونزلت لكم فيديو جديد، وهو الفيديو هيكون عن تحدي لازم اجمع 1000 كوين قبل 7 دقايق او بعد 7 دقايق، مش عارف. فالمهم النهاردة صورت الفيديو في سابوي اون، ستقول لكم انه في سابوي. فبس طبعا نزلت لكم فيديو هنا، وده الفيديو الثالث. اتمنى تكونوا مبسوطين، وما قدرتش انزل اكتر من كده، بس ان شاء الله انزل الفيديو الرابع. ويلا نبدا الفيديو. قوانين الفيديو: لازم ما احطش ولا استخدم مفتاح ولا زلاجة ولا اي ولا اعلانات ولا اي حاجة ممكن تساعد. لو خسرت انقص دقيقة، لو خسرت تاني ممكن مثلا لو لعبت شوية بس صغيرين وخسرت انقص نص دقيقة بس. وبس يلا نبدأ الفيديو. اوكي جايز، دلوقتي هتضبط 7 دقايق زي ما قلت، وهعمل 10 ثواني زيادة عبال ما انتقل للعبة. بس طبعا انتوا عارفين ان انا عبال ما اخش على اللعبة فيها سنتين، فهعملها على 34، قولوا 40 ثانية. لا بلاش 40 ثانية، بقى بغش. 30 ثانية. كويس جدا. عقبال اما ننتقل لسابوي، الوقت المتبقي 7 دقائق فقط. ثواني كده يا جماعة. هعيد الفيديو. اوكي، قصدي هعيد التايمر. هو تعالى 20 ثانية فقط. اقول مثلا خليها 30 ثانية، كفاية جدا. بس عبال بس اما الحتة اللي تحت دي تحمل. يلا بسرعة، بس عايز احمل كده هوت عشان ايه ما نخسر. لازم اجمع 1000 كوين قبل 7 دقايق. يلا، عمري ما جربت البتاع ده قبل كده، بس اوكي يلا. اوكي انا حط لكم موسيقى هادئه. من اولها كنت هخسر، بس الحمد لله لحقت نفسي. يعني طبعا ما اقدرش اقول لكم اني محترفه في سبوي لاني مش محترفه. كنت ان انا ممكن اكسب في التحدي ده. يلا بسم الله. لو مثلا خسرت في اول جولة هنقص دقيقة، لو خسرت في اللي بعدها هنقص دقيقتين او دقيقة، مش عارفة. بس انا بقول اي كلام خلاص، بس اصلا مش مستقرة. طبعا ممنوع استخدم اي مفتاح او الزلاجة. انا كنت هستخدم الزلاجة دلوقتي، مش عارفة ليه. كويس ان البتاع ده جاي لي، كنت محتاجاه. اوكي اوكي لحد دلوقتي كويس جدا. لا 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 لا. طبعا دلوقتي يا جماعة هنقص دقيقتين، قصدي هنقص دقيقة من 7 دقايق، فخليها 6 دقايق بس، و10 ثواني عبال لما انتقل للعبة. فبس يعني زي ما قلت لكم، كل خسارة بتنقص دقيقة. فمش عارفة، انا حاسة اني هخسر خالص، بس انا مش عايزة افوت جنيه الا لما اكون اخداه. اوكي كنت افوت جنيه دلوقتي، بس الحمد لله الحياة. مش عايزة، نفسي اجمع 1000 كوين. تخيلوا ان انا عمري ما جمعت الكوين غير امبارح، بس امبارح بقول عمري وبقول لكم امبارح. لا 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 كده كتير يا ربي. انا شكلي خسرانه خسرانه، اخر الخساره دي ايه؟
اديني فوتت كوين. دو البتاع اللي بتسرع دي كويسة برضه، ودي برضه بتجيب فلوس، بس مش عايز اخد الكوتشي ده عشان بصراحة ما بحبهوش، الناس كلها بتحبه الا انا مش عارفة ليه. كوي دي 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 بقالي من زمان جدا ما لعبتش في سبواي، فهم جددوها جدا. الفيديو ده انا مصوره يوم الخميس 4 مارس، انا بقى مش عارفة هنزله يوم الخميس 4 مارس ولا لا، لان زي فيديو جولة في لعبة توكا بوكا الناس بتقول لي النهاردة مش يوم 22، كنت بقول لها مع التحديث وكده النهاردة يوم 1 مارس، لاني كنت منزلة فيديو يوم 1 مارس، فهم بيقولوا لي بقى النهاردة يوم 1 مارس وكده. فطبعا يا جماعة مش شرط يعني كده ان انا اكون منزلة فيديو في نفس اليوم، بس يعني بحب اقول خسارة الحتة دي كانت محتاجة لها البتاع ده معايا اهو جالي لسه جاي يجي دلوقتي. نجيب بجد كنت اخسر. ما بحبش البتاع ده بقى بيضيع مني الكوينز ويخليني اخسر. الحمد لله راح. طب كنت عايزه البتاع اللي هناك ده بس جاي. اوكي انا لحد دلوقتي مش عارفة عندي كام كوين، طب ابص يعني الشو ده اهو ازاي يو بقى برضو كان ناقص البتاع اللي هو بيسحب الفلوس. دو 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 النجمة هي هناك. رب خدها ملحقتهاش. كنت هخسر النجمة هي. معايا 650 كوين، اتمنى الوقت ما يخلصش عشان لو خلص تبقى مشكلة كبيرة. عايز اعرف الوقت كام. نو 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 كنت اخسر الوقت. الحمد لله لحقت نفسي. معايا 755 كوين. ايوه بقى دي اكتر حتة بحبها. ايوه الحتة دي بتبقى محتاجة. معايا 930، من الوقت ما يخلصش قبل ما اجمع الالف كوين عشان انا عايز اجمعهم بصراحة. اتمنى ما اخسرش قبل ما اجمع الالف كوين اصلا ان شاء الله. ايه جمعت 1000 كوين قبل الوقت كمان يعني. بصراحة مبسوطة من نفسي، بس انا افضل مكملة لعب عشان بقى اشوف قدراتي. انا مستخسرة خسرت الحمد لله. طبعا دلوقتي هنشوف بقى كم بادئ في الوقت. العداد شوفوا. طب يا جماعة انا كسبت التحدي وبس. لو عجبكم فيديو النهاردة حطوا لايك وشير سبسكرايب وكومنت وبس. بحبكم جدا جدا جدا. مع السلامة.